طيب الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها بالعناوين. من المواقع المحليه، ميليشيا الحوثي تواصل قصف قريه في حجه وتجبر ساكنيها على النزوح. ومن صحيفه الشرق الاوسط، الحوثيون يهاجمون الامم المتحده ويدعون لطرد الجنرال الهولندي. وفي الأخبار المنوعة، حكم بالسجن 3 سنوات على هكر قطع الأنترنت عن دولة بأكملها. أهلا بكم. يبدو أن حادثة قاعدة العند كانت رسالة أكثر من كونها هدفا أو إجراء يسعى من خلاله الحوثيون إلى قلب المعادلة العسكرية أو أي موازين على الأرض، وهذا ما قاله موقع المشاهد نت في تقرير بعنوان: بعد حادثة العند العسكرية، هل يعود أو يعد السلام ممكنا؟ وقال الموقع بأن التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي يأتي كتأكيد واضح لعدم رغبتهم في السلام وعدم التزامهم بتنفيذ الاتفاق، وهو مؤشر على الاستمرار في التعنت. وكان الحوثيون أعلنوا أنهم بدأوا في إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم، وأنهم قاموا بتسليمه إلى قوات خفر السواحل، إلا أن الأمم المتحدة شككت في ذلك، لا سيما وأن القوات المسؤولة عن الاستلام هي في حقيقة الأمر خاضعة للحوثيين. وطبقا للموقع، يتساءل سياسيون ومراقبون عما إذا كانت هذه العملية ستعيد الحرب إلى مربعها الأول، وكيف نجحت طائرة الحوثيين المسيرة في اختراق رادارات التحالف السعودية وضرب قاعدة العند الأكثر تحصينا في اليمن، وهل يعني هذا الهجوم انهيار اتفاق السويد؟ ويقول ناشط سياسي للموقع ان الشارع اليمني بات يعرف انه لا وجود للسلام، والامم المتحده كل ما تحتاجه المال وزياده الدعم فقط، وهي مشاركه في التكسب من الحرب مثل الاطراف الاخرى تجار الحروب داخليا وخارجيا. وداعا يا قريتنا، هذا كان آخر ما قاله سكان قرية شليلة بمديرية حرب بمحافظة حجة، والذين اعتقدوا في السابق أن الحرب لن تمسهم، لكن ميليشيا الحوثي رأت أنه يمكن تحويل القرية إلى ركام وإعلان الحرب منها. ويعلق موقع الصحوانت: ميليشيا الحوثي تواصل قصف قرية شليلة في حجة وتجبر السكان على النزوح. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي أجبرت أهالي القرية الواقعة بمديرية حرب بمحافظة حجة على النزوح وترك منازلهم بعد قصفها بالأسلحة الثقيلة وسقوط قتلى وجرحى كلهم من النساء والأطفال. وفقا للمصادر، فقد استمر قصف القرية لمدة يومين، ما دفع السكان إلى طلب العون من قوات الجيش، حيث وجه العميد محمد الحجوري قائد اللواء أو لواء القوات الخاصة المرابط في حرب بإجلاء السكان إلى مناطق آمنة، حيث قامت الأطقم العسكرية بنقل الأهالي ووفرت لهم الاحتياجات الضرورية والخيام الإيوائية المؤقتة، وتم تزويد الأهالي النازحين بالمواد الغذائية والإيوائية كمرحلة أولى حتى يتم ترتيب مخيم يتسع لجميع النازحين يتضمن كل متطلبات ومقومات الحياة. التصالح والتسامح قيمة لحياة مستقرة ومزدهرة، هكذا كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في بلقيس، مضيفا في أجزاء منه: سيتوقف التاريخ طويلا أمام دعوة التصالح والتسامح التي أطلقها الجنوبيون في تحد واضح لتاريخ مثقل بالصراعات والفتن والثارات السياسية منها وغير السياسية. لكن هذا التاريخ وهو يتأمل عظمة هذه الدعوة التي أطلقت في لحظة مفعمة بالشوق إلى مستقبل مزدهر وسعيد واحتشد تحت لوائها الملايين، لابد أن يضع عددا من الأسئلة. لو كنت أنا من يحاور هذا التاريخ، لقلت له بدون أدنى تردد إن الأفكار العظيمة على مر الزمان لا تولد جاهزة للتنفيذ، وإلا لما سميت عظيمة، هي في الأساس دعوات كفاحية لتسوية واقع مثقل بالجراح ومثقل بالتشوهات والآلام، ومعه فإنها لابد أن تحمل مشروعاً للحياة يتجاوز كل بلادة الواقع الذي استولد هذه الآلام. في كفاحها للوصول إلى الهدف ستصطدم بكثير من العوائق، وستصادم الكثير من حراس ذلك الواقع الذين يشكلون القوة المناهضة التي تعمل في الاتجاه المعاكس للتصالح ومشروع بناء الحياة الجديدة.
وستتوقف قوة وسلامة الدعوة على صمودها أمام كل هذه التحديات وتخطيها العقبات التي تزرعها تلك التحديات. هي إذن مهمة كفاحية في الأساس تأخذ مداها الزمن بمقدار ما يزداد التمسك بها ويتعزز اليقين بأهميتها كقيمة من قيم الحياة. لا نعرف أمماً في التاريخ ولدت متصالحة، وعندما قررت أن تصيغ حياتها كأمة متعايشة ومتفاهمة ومستقرة، كانت قيم التصالح والتسامح قد شكلت جزءاً من تراثها وثقافتها، ومنها انطلقت تستلهم الأدوات المنظمة لترسي قواعد حياتها الجديدة. التصالح والتسامح مهمة كفاحية قد تطول وقد تقصر، ولا بد لكل من يحملها أن يتحلى بقوة الإرادة وسلامة اليقين من أنها قيمة رفيعة من قيم الحياة تستحق المعاناة والتضحية لتنتصر. لا يجوز تثبيط الهمة على هذا الطريق، كما لا يجوز أن تتحول القضية إلى مجرد ذكرى. كشفت دراسة علمية عن فساد يسيطر على آداء المنظمات الدولية العاملة في اليمن وأنفاق جزء كبير من موازنات المشاريع على موظفي تلك المنظمات، وعنون موقع المصدر أونلاين. المنظمات العاملة في اليمن تحولت إلى سلطة مستقلة ذات نفوذ ينافس سلطة الحكومة الشرعية. بحسب الدراسة التي أعدها الباحث هشام الزيادي حول دور المنظمات الدولية في القطاع التعليمي باليمن خلال حرب عام 2014 ونال بها درجة الماجستير في تركيا، فإن نتائج المشاريع التي تنفذها المنظمات وأثرها على الفئات المستهدفة لا يتوافق مع الأهداف الموضوعية أو الموضوعة وحجم التمويل. وتوصل الباحث إلى أن عمل المنظمات الدولية في اليمن يواجه عدة مشاكل تتمثل معظمها في صعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة بسبب الاشتباكات والمعارك المتواصلة. وخلص الباحث الزيادي إلى أن الحاجة للمنظمات الدولية في اليمن للعب دور في قطاع التعليم يرتبط باستقرار البلاد وقدرة الحكومة على تغطية وظائفها في تشغيل هذه القطاعات من خلال المصادر التمويلية والبناء المؤسسي لديها. في تحقيق خاص بصحيفة الأيام يتم التركيز على ما يحدث في واحدة من أهم مساحات المدينة وكيف يتم نهبها وتحويلها إلى مربعات صغيرة. وتعنون الأيام: المملاح بعدن، من رافد اقتصادي هام إلى قبلة للفاسدين. وقالت الصحيفة: يعد قطاع الملح في عدن معلما وصرحا اقتصاديا هاما ارتبط بذاكرة عدن الاقتصادية والتجارية والسياحية، إذ تعد صناعة الملح في عدن هي الأولى على مستوى الوطن والجزيرة والخليج العربي، فقد تأسست عام 1886، وكان هذا القطاع يدر ملايين الدولارات على خزينة الدولة، ولكنه أصبح مؤخرا أثرا بعد عين نتيجة النهب المستمر والممنهج لأراضي الملاح في ظل صمت السلطة المحلية والجهات المعنية تجاه الناهبين. وقال صحفي في عدن أن أراضي الملاح ليست وحدها التي تنهب في المدينة، ولكن ما يميزها هي قيمتها التاريخية كمعلم من معالم عدن ورمزيتها الدالة على التاريخ العريق. وتفيد الصحيفة بشكل عام تظهر تأثيرات المد البحري العالي على خليج التواهي والمناطق المحيطة به في ظل توقف الدور الذي يلعبه الملاح من احتواء ارتفاعات المد وتقليص نسبة المياه المرتفعة في سواحل عدن. كما تتسبب هذه الأعمال بتدمير بيوت الكائنات البحرية التي تعيش في الأراضي الرطبة للمملاح وتناقص عددها، مما يشير إلى خلق خلل بيئي له تأثيرات سلبية. العالم العربي في عام 2019 تحديات ووعود، هكذا عنونت افتتاحية The Arab Weekly، والتي تحدثت عن آمال وتطلعات العرب من العام الجديد، وأضافت الافتتاحية التي ترجمها علاء الدين أبو زينة من صحيفة الغد: سوف يحصل العام 2019 على الكثير من الموروثات المأساوية من السنوات الماضية، خاصة تلك المتعلقة بالحرب والعنف. قد تكون التسوية السلمية للنزاعات مؤشراً على وجود ضوء في نهاية النفق، وبالنسبة للمدنيين العرب سيكون مجرد مشاهدة قدر أقل من العنف المسلح موضع ترحيب كبير، سواء كان ذلك في بلاد الشام أو ليبيا
أو اليمن أو أي مكان آخر. ثمة ملايين من سكان العالم العربي مهجرون أو محرومون من وسائل العيش الكريم، وسوف يبحثون في العام 2019 عن المساعدة من المجتمع الدولي بأكمله. سوف يعتمد الكثير من مستقبل المنطقة على استعداد العالم العربي لعدم ترك فراغ يمكن أن تستغله القوى الإقليمية والعالمية التي تكافح من أجل كسب السيطرة والنفوذ في المنطقة العربية. ومع ذلك سيكون من غير الدقيق والمضلل إلى حد كبير أن ننظر إلى مستقبل المنطقة العربية من منظور التحسب والقلق فقط. ثمت العديد من الأسباب للأمل، ما يزال نفس الشباب الذين يقعون في بعض الأحيان فريسة للتطرف واليأس، أو الذين يستقلون القوارب المرتجلة لعبور البحر الأبيض المتوسط، ما يزالون يتمسكون بالأحلام والتطلعات. وإذا ما أعطيت لهم الفرصة فسوف يستطيع الشباب العربي أن يجدوا طريقهم نحو التحصيل الأكاديمي والعلمي وبدء المشاريع الرائدة الإبداعية والانخراط في المشاركة الاجتماعية. ومن بين العوامل الإضافية للأمل ثمت زيادة قدرة الشابات العربيات على تحدي القيود التاريخية التي تنبع من التحيز ضد المرأة. لا يمكن سوى أن تستفيد نهضة النساء الشابات في العالم العربي من المبادرات الإيجابية التي شهدها العام 2018 والتي هدفت إلى تكوين حيز متكافئ لكلا الجنسين. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي تابعت تطورات الأحداث في اليمن وعنونت: الحوثيون يهاجمون الأمم المتحدة ويدعون لطرد الجنرال الهولندي. أقالت الصحيفة في مسعى من الجماعة الحوثية للتغطية على الفضيحة الأخيرة التي كان قد كشفها برنامج الأغذية العالمي عن قيام عناصرها بسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في الأسواق وإيصالها إلى غير مستحقيها. بدأت الجماعة بشن هجوم عكسي على الأمم المتحدة متهمة المنظمات الدولية بالتقاعس عن إنقاذ الحالة الإنسانية ومعالجة الملف الاقتصادي. وأكدت الصحيفة أن القيادة البارز في الجماعة ووزيرها في حكومة الانقلاب للشباب والرياضة حسن زيد دعا إلى طرد رئيس المراقبين في الحديدة وإشعال القتال مجددا، معتبرا أن كاميرت يحاول تسليم المدينة وموانئها لأعداء الجماعة من الأمريكيين والبريطانيين والسعوديين والإماراتيين. وبينما يعتقد المراقبون أنها محاولة من الجماعة للتغطية على سرقة المعونات الغذائية الدولية من قبل قادتها، اتهمت اللجنة الاقتصادية الحوثية في بيانها الأمم المتحدة بالتقاعس، وتهدف الجماعة من خلال هذا الخطاب الهجومي ضد الأمم المتحدة إلى محاولة تبرئة ساحتها أمام نحو 250 ألف موظف حكومي على الأقل. أقدمت الجماعة على قطع رواتبهم منذ نحو 28 شهرا وتحويل العائدات الضخمة التي تجنيها من موارد المؤسسات والضرائب والجمارك وتجارة الوقود إلى دعم المجهود الحربي. وتفيد الشرق الأوسط على الرغم من مرور شهر كامل على الاتفاق المعزز بقرار أممي، فإنه لا يزال حبرا على ورق وسط تصعيد الجماعة الميداني وعدم انسحابها المزمن من الحديدة وموانئها وفق خطة إعادة الانتشار. تحالف راغبي التطبيع. تحت هذا العنوان كتب حسام كنفاني مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال: ها هي الولايات المتحدة تعد لقمة دولية في بولندا الشهر المقبل، لم تحدد المشاركين فيها لمواجهة نشاط إيران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو خلال جولته في المنطقة، وهي جولة تأتي بالدرجة الأولى لحشد المشاركين في هذه القمة المرتقبة، والتي تأتي في إطار أوسع من الناتو العربي الذي جرى الحديث عنه في الفترة الماضية، إذ من الواضح أن الولايات المتحدة اقتنعت بأن الجهد العربي وحده لن يكون كافيا لمواجهة النفوذ الإيراني، خصوصا أن أمامها نموذجا يمنيا حاولت خلاله دول عربية القضاء على إحدى الأذرع الإيرانية متمثلة بالحوثيين، غير أنها لم تفلح بل تسببت بأحدث أكبر كارثة إنسانية في تاريخ اليمن، إضافة إلى وضعه أمام مقصلة التقسيم بين شمال وجنوب وربما أكثر. بناء عليه يبدو أن الولايات المتحدة في طريقها إلى تشكيل تحالف راغبين جديد على غرار الذي تم تشكيله قبل غزو العراق في عام 2003 وضم دولا عربية. ستكون الأمور اليوم مختلفة جدا، فغايات التحالف الجديد ستكون أكبر من مجرد مواجهة إيران،
بل تشكيل محور جديد في المنطقة يجمع عددا من الدول العربية وإسرائيل، على اعتبار أن الخطر الإيراني يجمع بعض الدول العربية المركزية وإسرائيل في خندق واحد. التحالف الجديد، والذي يمكن أن يطلق عليه اسم تحالف راغبي التطبيع، سيكون عنوانه الأساس إيران، وربما يبدأ فعلا خطوات لمواجهة نفوذ طهران، لكنه سيحمل في طياته إجراءات تنفيذية في الطريق إلى تشكيل الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرز. في الأخبار المنوعة التي نطالعها اليوم من شبكة CNN الأمريكية، حكم بالسجن 3 سنوات على هاكر قطع الأنترنت عن دولة بأكملها. قال الموقع إن محكمة بريطانية قضت بالسجن 3 سنوات على هاكر بريطاني يدعى دانيال كي بسبب تنفيذه عملية قرصنة إلكترونية أسفرت عن قطع الأنترنت عن دولة ليبيريا بأكملها. وشن دانيال كي البالغ من العمر 30 عاما عدة هجمات إلكترونية على شركة الاتصالات الليبيرية لونستار في أكتوبر عام 2015، وصلت قوتها إلى قطع الأنترنت عن هذه الدولة الواقعة غرب أفريقيا. وقالت الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة إن أحد كبار الموظفين في شركة سيلكوم استأجر الهاكر البريطاني لشن الهجمات الإلكترونية، لكنه لا يوجد ما يثبت أن شركة سيلكوم كانت على علم بذلك. وقرر دانيال كي بأنه مذنب واعترف بإنشاء مجموعة ضخمة من الأجهزة التي تم اختراقها عن طريق الأنترنت. وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بريطانيا إن كي كان يعمل كهاكر للإيجار، وأن نشاطاته أضرت بالعديد من الأعمال في عدة دول حول العالم، وضحاياه خسروا ملايين الدولارات. في الأخبار المنوعة الأكثر تداولا اليوم نطالعها من صحيفة القدس العربي بعنوان نساء مصر الأوائل عالميا في ضرب الأزواج. وقالت الصحيفة إن مركز بحوث الجرائم التابع للأمم المتحدة أعلن أن المرأة المصرية الأكثر اعتداء على أزواجهن في العالم بنسبة وصلت إلى 28%. وقالت الدكتورة أجان نبيل المتخصصة في شؤون الأسرة إن الموجة التنويرية تهدف إلى دعم المرأة المصرية، ولكن بعد سنوات اكتشفنا أن هذه الموجة أثرت على شخصية المصريات، حيث أن 66% نسبة الدعاوى المرفوعة في محاكم الأسرة و 1500 دعوة قضائية أمام المحاكم من أزواج يتهموا أزواجهم بضربهم، متسائلة عن سبب التحيز ضد الرجل في قضايا العنف الأسري. وتعد ظاهرة ضرب الأزواج جديدة على المجتمع المصري، وتلي مصر في ضرب الأزواج أمريكا ب 23%، وتليها بريطانيا بنسبة 17%، ثم الهند بنسبة 11%. في جولتنا المصورة لهذا اليوم تنشر صحيفة الجارديان صورا متنوعة لأحداث من مناطق مختلفة من العالم نتابعها معكم. ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف نتابع.
وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.